صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعادة وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بلديوكا المعنونة على شبكة قنوات بي إن سي وبالأخص بي إن سي فود، أقوى قناة طبخ في مصر. النهاردة الحلقة بتاعتنا فيها الحلو والحادق، فيها الفراخ وفيها الفراخ برضه، بس فيها الدبابيس وفيها الصدور. يعني لو حضرتك متعودة تجيبي مثلا الفراخ بتاعتك أو التموين بتاعك مثلا كل شهر، بتجيبي مثلا أول الشهر مثلا 3-4 فرخات، تبدأي تخلي الفراخ دي قسمهم أو حضرتك اللي بتقسميهم، بيبقى عندك يعني هنقول ما بتبقيش محضره الوصفات اللي هتتعمل بيها. خلاص حضرتك قبضتي او جوزك قبض، اداك المصروف، نزلت جبت الفراخ حطيتيها في الثلاجه، بتبداي تقسميها. حتى لو ما عملتيش كده وربنا كرمك بفلوس، بتقولي ايه هروح اجيب فرختين ارميهم في الفريزر، بتبقى ما فيش وصفات معينه في دماغك. انا بقى النهارده هخليكي يعني تضيعي الحيره اللي هي بتبقى قدامك. طب انا يا الفراخ مسلوقه ومحمره، يا اما نعملها صينيه بطاطس، يا اما هنعملها ما اعرفش ايه، والولاد عايزين كل يوم حاجه مختلفه وحاجه جديده. النهارده هنعمل وصفتين، والوصفتين مختلفين، مستخدمين الصدور بتاعه الفراخ اللي هي شرايح البانيه الرفيعه، ومستخدمه الدبابيس. معنى كده ان في فخاد ممكن تستخدميها بعد كده، معنى كده ان في هياكل واجنحه ممكن تستخدميها في وصفه ثانيه. لو بتجيبي الحاجه بتاعتك مثلا فرضاني اليوم بيوم وربنا يرزقك الخير كله يا رب، يبقى الوصفه ديت هتبقى ايه، شالت من على دماغك او شالت من تفكيرك الحيره بتاعتها هعمل اكل ايه النهارده. النهارده هنعمل وصفتين بالفراخ، هنعمل وصفه بالدبابيس. عندي ووك سخن جدا على النار، عندي مكونات بتنقل الاكله بتاعتنا لحته ثانيه خالص، اكنك بتاكلي اكله من المطعم، اكنك بتقلبي على الفيسبوك كده وشفتي اكله من الاكلات اللي القنوات الاجنبيه بتعملها، اكنك مثلا رحتي مطعم وحد كان عازمك فيه او انت كنت معزومه فيه او رايحه تتغدي فيه ولقيتي وصفه هناك بدبابيس الفراخ او بالفراخ وعجبتك جدا ومش عارفه المقادير بتاعتها والمكونات بتاعتها. انا كانون اعوذ بالله من كلمه، انا لما بروح اي مطعم اكل فيه بفصص الاكله من اول المكونات لحد التوابل. انا بفصص التوابل حتى بتاعت الاكله، بقعد اقول اه ده محطوط كذا ومحطوط كذا ومحطوط كذا ومطعمين بكذا ومطعمين بكذا ومطعمين بكذا، ببدا ان انا اكون المقادير والطريقه في دماغي، وببقى داخله تحدي مع نفسي قوي. فعليا انا ببقى داخله تحدي مع نفسي، الاكله اللي بتعجبني في اي مطعم انا بدخل التحدي دوت مع نفسي ان انا انفذها بتطعيمه احلى. يعني ايه بتطعيمه احلى؟ ببقى عارفه ايه التوابل اللي هم حاطينها وببدا ان انا اجود من عندي، احط زي ما بيقولوا كده التاتش بتاعي، احط كده اللمسه بتاعتي او التوابل المحببه ليا انا. جربوا تعملوا كده هيطلع معاكم الموضوع بيفرق جدا وهيطلع حلو جدا. طيب قبل ما نبدا في اي حاجه ونشوف ايه هي وصفاتنا النهارده، واول وصفه معانا هتكون بدبابيس الفراخ، عايزه اصبح على حبايبنا ومتابعينا في كل مكان وافكرهم بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 900، ومن اي مباراه على 2600، في انتظار مكالماتكم واستفساراتكم واسئلتكم اللي بتسعدني دايما ان شاء الله. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على النبي في قلبنا عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا حلقتنا. هنبدا بايه؟ هنبدا باول وصفه وهي وصفه الدبابيس. دبابيس فراخ ايا كان العدد اللي حضرتك هتعمليه على حسب عدد افراد اسرتك، بتعملي اكتر بتعملي اقل، دي حاجه ترجع لحضرتك انت. طيب معايا ايه المكونات بتاعتنا؟ هتنزل على الشاشه دلوقتي ونصورها وبعد كده نبدا نكتبها في الكشكول. انا عارفه ومتاكده كويس قوي والكلام ده مش من عندي، في ناس كتير بتكلمني وفي ناس كتير بتشوفني في الشارع ان هم عاملين كشاكيل باسمي على راسي، والله العظيم وشرف ليا وسام على صدري ان انتوا تكونوا عاملين كشكول باسمي وكاتبين فيه الوصفات. لكن دلوقتي علشان المقادير بتاعتنا بتتشال بسرعه هقول لحضرتك حاجه، صوريها على الموبايل وبعد ما الحلقه ما تخلص خالص شوفي الطريقه، وبعد ما تخلصي امسكي بعد كده فرغي في الكشكول. طيب مقاديرنا النهارده في دبابيس الفراخ بالصويا، احنا النهارده مدخلين صويا صوص ومدخله كمان دبس رمان عشان يديني الشكل والتطعيمه اللي انا بحبها. عندي دبابيس فراخ، عندي ثوم مفروم، جنزبيل مفروم، وجزر حلقات، طماطم مكعبات، بصل مكعبات، كوبايه صويا صوص، معايا ايه كمان؟ معانا في المقادير بتاعتنا كمان نص كوبايه من دبس الرمان، معلقتين كبار صلصه طماطم، مكعبين مرقه وممكن استغنى عنهم، عندي بهارات فراخ، 7 بهارات، زنجبيل بودر وملح وفلفل اسود. اي نوع من انواع البهارات دي حضرتك ما بتحبهاش ما بتستطعمهاش وما بتحبهاش في اكلك، ما عنديش اي مشكله ما تحطهاش، ما عنديش اي مشكله ما تحطهاش، اي حاجه من اللي احنا حاطينها ديت مش موجوده عندك برضو ما تحطهاش. بص انا عملت ايه، رشة ملح ورشة فلفل اسود على الصدور بتاعة الفراخ، الدبابيس بتاعة الفراخ قصدي، من ناحيتين كده. اه صح فرخة كانت مرهقة شوية، الله يسلمك.
يا رب اللهم امين وينفخ فصولتها شويه. بصوا كده يا ولي. انت مقتنعه باللي انت بتقوليه ده؟ حطينا على الدبابيس رشه ملح وفلفل اسود. عندي الوك بتاعي سخنه قوي من اول ما الحلقه ما بدات وانا حطاه يسخن قوي. ليه؟ علشان انا عايزه الدبابيس بتاعتنا، او حتى لو بتعملي اجنحه، حتى بتعملي فخاد، حتى بتعملي وراك، تتصدم. يعني ايه تتصدم؟ علشان تاخد الصدمه اللي انا عايزاها، علشان المسام بتاعتها تتقفل، ما تبقاش اكنها عامله زي الفراخ المسلوقه. ودي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا. طيب هنعمل كده وابدا. ان انا حطيت حبه زيت، هاخد الفراخ اللي انا حطيت عليها رشه ملح ورشه فلفل اسود واعمل كده. سامعين الصوت ده؟ الصوت ده اللي انا عايزه اسمعه عندكم. ونصبح على مدام مديحه، نقول لها صباح الهنا. صباح الفل. صباح العسل. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازيك انت وازاي وحبايبك كلهم؟ الحمد لله كلهم بخير يا حبيبتي. وازاي صحتك؟ كل سنه وانت طيبه حبيبتي. حضرتك طيبه وبخير يا رب. يسعدني. بقول لحضرتك، بقول لحضرتك انا عاطيه رقمي، عايزك ضروري تكلميني. عينيا الاثنين. حاضر. لسه راغده بتقول لي دلوقتي. عينيا الاثنين. حاضر. معلش. عينيا. لا يا حبيبتي معلش. ايه تأمريني؟ نورتيني يا ست الكل. بصوا كده انا بدي صدمه للفراخ، عايزه ان هي من جميع النواحي تتصدم، علشان ابقى حاسه ان الفراخ عندي متشمعه. يعني ايه متشمعه؟ يعني ما تبقاش عامله زي المسلوقه، ما تبكليش ميه، بالبلدي بتاع امهاتنا كده، انا مش عايزاها تبكلي ميه. بحطها بالشكل ده كده. اتصدمت. الكميه اللي هي بتاعت الدهون اللي انا حطاها هي اللي موجوده، انا ما عنديش كميه سوائل. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هبدا انزل بالمكونات بتاعتي واحده واحده. انا عندي بصل وطماطم وجزر، عندي جنزبيل، وعندي صلصه طماطم، وعندي ثوم. وزي ما احنا ما متعودين، انا ادام الوصفه فيها ثوم يبقى هو اللي بينزل اول حاجه بالشكل ده كده. نفسي يعملوا اختراع علشان تشموا اللي احنا بنشمه. بصوا المنظر. مجرد ما حطيت الثوم الروائح الحلوه طلعت معايا على طول. عايزه احط بعدها ايه؟ عايزه احط جنزبيل. انا بحط الحاجات اللي تطلع لي روايح حلوه قوي للاكله. يا روحي على على الريحه اللي انا شميها. طيب هبدا بعد كده انزل بالتوابل بتاعتنا. كل ده انا عايزاه ان هو يطلع لي الروايح الحلوه مع التومه. انا بطعم كده الفراخ بتطعيمات في منتهى الجمال. مكعب المرقه وممكن اشيله ما احطهوش خالص. بصوا. ونصبح على حبيبه ونقول لها صباح الفل يا حبيبه. صباحك انا سعاده. صباح السكر الزياده على قلبك يا قلبي. عامله ايه؟ الحمد لله انا بحبك قوي. الله يسعد لي قلبك يا رب، ما نحرمش منك ابدا. انا عاوزه ريت الشنطه. عينيا الاثنين. حاضر. عينيا اتفرجي على الحلقه بتاعتي مع الشيف محمود، هتلاقي ان هو عامل لك تورته في منتهى الجمال. قفلت حبيبه. نورتيني يا حبيبي. بصوا كده عملت ايه اللي انت عايزه. نعمل كده. عينيا الاثنين. حاضر. نشيل كده ونجيبها لناحيتي. بصوا عملت ايه. توم مع شويه الزيت اللي انا حطيتهم. عايزين تحطوا زبده ماشي، عايزين تحطوا سمنه ما عنديش اي مشكله. نزلت بالتوم الاول مع الجنزبيل، بدا ان هو يتشوح ويطلع لي الروائح الحلوه. نزلت بعد كده بالتوابل الحلوه بتاعتنا. ناقص ايه؟ شويه ملح وفلفل اسود ومش كتير. بالشكل ده كده. كل ده بيتشوح كده مع بعضه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ابدا انزل بايه بقى؟ انا عندي دبس رمان، وعندي صويا، وعندي جزر وطماطم وبصل. ابدا انزل بكل ده، وهسيب الصويا ودبس الرمان هم اخر حاجه. هسيب الصويا ودبس الرمان هم اخر حاجه. ليه هسيبهم اخر حاجه؟ علشان انا عايزه الفراخ تبدا ان هي تشرب من البصل والطماطم والجزر كمان يستوي. انا حاطه جزر، فانا عايزه الجزر معايا يستوي. فلو حطيت من دلوقتي دبس الرمان وحطيت الصويا هياخدوا شكل وياخدوا لون، وطول ما هم على النار هيبداوا يتقلوا، هتلاقيهم بداوا يسكروا، هتلاقيهم بداوا يكتلوا. كل ده انا مش عايزاه، عشان كده انا نزلت بالخضار الاول مع الفراخ. يبدا ان هو الجزر يستوي، ومعنى ان الجزر استوى يبقى كل حاجه عندي استوت، حتى الفراخ نفسها. بالشكل ده كده. ميه مغليه شويه صغيرين، حوالي ربع كوبايه، واغطي واسيبها. على ما يتشربوا شويه الميه اللي انا حطيتهم دول هيكون الجزر استوى.
بالشكل ده كده، اغطي عليهم واسيبهم الجزر يستوي. الميه دي كلها تتشرب ليه؟ انا عايزه قبل ما انزل دبس الرمان والصويا صوص على الوصفه يكون ما فيهاش نقطه ميه، عشان التطعيمه بتاعت دبس الرمان مع الصويا صوص هي اللي تبقى متركزه جدا في الفراخ. خلصت الوصفه؟ اه. ايه ده بقى، خلاص كده الغدا اللي احنا هنعمله خلص؟ اه والله خلص، احنا بادئين الحلقه بقى لنا 17 دقيقه او اقل من 17 دقيقه، هنقول 15 دقيقه، بقى لنا 15 دقيقه وهي خلصت الوصفه. قطعنا حبه جزر مع حبه طماطم مع حبه بصل، حبه توابل من اللي عندنا في المطبخ، الغسيل الفراخ بتاعتنا مغسوله وصفيناها، هوب شوحنا كله على النار في معلقه زيت، الوصفه خلصت، غطيناها 10 دقائق كده وهنروح مكونين مظبطين عليها الصويا صوص ودبس الرمان، الموضوع خلص. على ما تخلصي ده تكوني عملتي حبه رز، يبقى خلاص الغدا بتاعك خلص، ما تديش المطبخ اكتر من وقت. نصبح على استاذه عهد ونقول لها صباح الهنا. صباح النور. ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك عامله ايه؟ انا بخير طول ما انت بخير يا ست الكل، تسلمي لي. الله يخليك. يسعد لي. احنا اتصلنا بيكي اكتر من مره عشان تكلمينا وما حدش بيكلمنا. كلمتيني فين؟ كتير، في طفله اسمها ايه كلمتك من كام يوم. على البرنامج؟ ايه؟ على البرنامج؟ ايوه على البرنامج. اه. ما فيش ايه جات لي من كام يوم دي؟ لا حضرتك بتسالي وسبت رقم، سابت رقم تليفونها كمان، انا كنت جنبها وهي بتتكلم. رغده حلي. انت اللي بتردي على الناس، حلي شوفي ايه. حقك عليا يا استاذه عهد، نورتيني. رغده مع حضرتك. يلا بينا نطلع فاصل. اللي عايزه اقول لكم بصوا، شايفين؟ بصوا الصوص بدا يتقل ازاي؟ الصوص بدا يتقل معانا، شايفين المنظر عامل ازاي؟ اسيبه بقى اقفل عليه واسيبه حوالي، مش هنكمل 10 دقايق، على ما اطلع فاصل وارجع لكم هيكون اتشرب الصوص دوت، علشان انا عايزه لما اضيف دبس الرمان واضيف الصويا صوص نبدا ان احنا نلاقيهم ناشفين علشان يتشربوا، والدبابيس بتاعتنا او الفخاد او الوراك اللي انتوا عاملينها ايا كان نوعها ايه تبدا ان هي تتطعم كويس قوي وتتشرب كويس قوي مع الصويا صوص ودبس الرمان. يلا بينا نطلع فاصل، نرجع من الفاصل عندنا صنف حلو حلاوه لا يصدقه عقل، هنشوفها بعد الفاصل ايه الحلو بتاعنا، وده الموسم بتاعه وما ينفعش ان احنا اصلا يعدي الموسم من غير ما نعمل صنف الحلو ده، هيكون عباره عن ايه هنعرف بعد الفاصل، خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلدي. رجعنا من الفاصل، عملنا الفراخ بتاعتنا وتمام وزي الفل زي ما حضراتكم شايفين كده، وبدات الفراخ تاخد اللون اللي انا عايزاه والتسويه اللي انا عايزاها، بس انا عايزاها تتشرب الصوص اكتر من كده شويه، هقفل عليها واسيبها حوالي 5 دقائق كمان. نيجي بقى دلوقتي للحلو. الحلو بتاعنا النهارده تطعيمه وريحه ما شاء الله، اللهم بارك. عاملين ايه النهارده او مستخدمين ايه؟ هنعمل صنف كنافه. الكنافه معروف ان هي بتبقى موجوده طول السنه، مش شرط رمضان بس، بس بتزيد شويه في رمضان، بس مفيش مانع ان الناس اللي بتحب الكنافه فناكلها طول السنه. هنستغل ايه؟ هنستغل موسم البلح اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، او موسم البلح اللي احنا لسه طالع ما شاء الله، البشاير بتاعته ما شاء الله عليه، تطعيمته زي الفل. طيب لما اكون مدخله حاجه مسكره ما بزودش السكريات بتاعتي قوي في الصرف، بمعنى ايه؟ بمعنى النهارده انا عندي كنافه زي ما حضراتكم شايفين كده، حطاها في الفريزر وفرماها في الكب. طيب الطبيعي لما احنا بنيجي نعمل اي كنافه بروح احط لها سكر بودره وبحط لها سمنه وبقلبها كلها مع بعضها علشان تديني الشكل والتحميره اللي انا عايزاه. انا النهارده هشتغل بتكنيك مختلف شويه، والنهارده الصنف بتاعي هيبقى مختلف ليه كمان؟ علشان مستخدمه فيه روابي بطعم القشطه، حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك عليها. فلما نكون النهارده مستخدمين روابي بطعم القشطه احنا واثقين ومتاكدين ان احنا مش هناخد لون متحمر بس او شكل بس، لا ده احنا هناخد تطعيمه وريحه بتاخدنا في حته تانية خالص، بتبقى عامله الصنف وكل الجيران وكل اللي موجودين في البيت عارفين ان انت في حاجه مختلف، في حاجه خاطفه عقلهم وقلبهم كده وماشيين عاملين زي اللي ما يكونوا ايه متنومين مغناطيسيا، اللي هم ايه شفت الناس اللي بيمشوا وهي نايمه، هم ماشيين ورا الريحه
وخصوصا بقى لو حد نايم عندك في البيت هتلاقيه صاحي من النوم كده هو ماشي ورا الريحه، هو مش مستوعب ايه اللي بيحصل بس ماشي ورا الريحه. الريحه دي هتكون جايه منين؟ هتكون جايه من روابي بطعم القشطه. النهارده هنستخدمها واحنا بنعمل الكنافه بتاعتنا. طيب هنبدا ان احنا نفتح علبتنا كده ما شاء الله عليها. عايزه اقول لكم على حاجه، في روابي بطعم القشطه احنا اول ما بنفتح العلبه في ريحه كده بتهب علينا، تحسوا ان ايه، لا انتوا عايزين ايه، لقمة عيش أو رغيف عيش وتغمزه من العلبة نفسها، أكنك فاتحة فعلا علبة قشطة أنت شايلاها في الفريز. بسم الله. بالشكل ده كده، بصوا كده. بالرغم من إن البلاتو عندنا ساقع، بس بصوا الجمال بتاعها. تعالوا أوريكم الجمال أكتر. بسم الله. يا سيدي يا سيدي، بصوا الشكل. قشطة انت مسيحاها، عشان كده بنقول روابي بطعم القشطة هي اللي بتظبط الوصف. تعالوا نعمل كده. لا لا استنى، المرة دي في صينية كنافة. احنا متعودين دايما، بصوا رغدة لسه بتقولي الطاجن عشان يطلع مظبوط لازم روابي بطعم القشطة موجود، لكن احنا النهاردة عاملين كنافة، والكنافة بتاعتنا بالبلح، يبقى هنقول عليها ايه يا رغدة؟ ها ها، عشان الحلو يطلع مظبوط لازم روابي بطعم القشطه يكون موجود. حلو ده. بصوا كده، خدنا سمنه روابي بطعم القشطه بالشكل ده كده، وانا قلت لكم النهارده انا ماشيه بتكنيك مختلف في عمايل الكنافه. عايزاها تسيح بالشكل ده وتتقدح شويه او تسخن معايا شويه علشان هستخدمها في التسقيه بتاعه الكنافه بعد كده. طيب زي ما احنا عارفين طبعا ان روابي بطعم القشطه بترضي جميع العائلات. يعني ايه بترضي جميع العائلات؟ يعني لو انت عريس وعروسه، لو انت فردين بس، لو انت فردين وطفل صغير، لو انتوا اربع افراد، او انتوا مثلا اسره كبيره شويه، لو انتوا بيت عيله، فهي بترضي جميع الاحجام بتاعت افراد العيله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي بتنزل بثلاث احجام مختلفه. اول حجم بتنزل معانا اللي هو قد ايه؟ اللي هو 750 جرام. 700 بس؟ و50. 700 جرام، بتنزل ب 700 جرام، ده اللي هو الفردين مع بعض. بترجع بعد كده بنلاقي حجم مختلف تاني، بينزل بكام يا رغده؟ بينزل بكيلو ونص، وللعيله بقى الكبيره اللي احنا مستخدمينه النهارده، وتنزل بقى للعيله الكبيره بالحجم اللي هو 2 كيلو ونص. طبعا على حسب ما حضرتك عايزه وعلى حسب احتياجك بتجيبي العلبه اللي حضرتك عايزها. لا نسيت حاجه، نسيت حاجه، ريحه السمنه مدوباني. بصوا كده، باخد روابي بطعم القشطه بحطها في الارضيه بالشكل ده، وببدا ارص عليها البلح. البلح النهارده مرصوص في الارضيه زي ما حضراتكم شايفين كده، علشان لما اجي اقلب الكنافه تتقلب لي وشكل البلح هو اللي يبقى فوق. انا النهارده استخدمت فورمه من فورم الطرد علشان تديني شكل مختلف لتقديم الكنافه. اهم من الشغل ظبط الشغل. تخيلي بقى لما تكوني بتعملي كنافه وشكلها حلو قوي وريحتها قلبه الدنيا. بصوا كده، بنفصص البلح بنقشره، وببدا ان انا اقسمه بالطول كده بالشكل ده. هقول لك ليه حالا. انا سايبه مسافه بين كل بلحيه والتانيه علشان الكنافه تبقى ظاهره، ما يبقاش ان هو كلها متروسه بلح، لا انا عايزه ان الفراغات دي هتبقى اصلا مليانه كنافه زي ما حضراتكم شايفين كده. وصفه حلوه قوي مطعمينها ومخليينها غنيه اكتر بسمنه روابي بطعم القشطه اللي احنا مستخدمينها النهارده. زي ما بيقولوا كده، اي حلواني تساليه تقول له الكنافه ما بتطلعش معايا مظبوطه، يقول لك اللي بيظبط الكنافه هي السمنه، سواء عايزاها لونها حلو، عايزاها تطعمتها حلوه، عايزاها شكلها حلو ولونها ذهبي كده ما شاء الله عليه، اللي بيظبطها السمنه. واكيد طبعا مش هنلاقي احلى، لا سايباها بتتقدح، ومش هنلاقي طبعا احلى من روابي بطعم القشطه علشان نشتغل بيها في وصفه زي دي. بصوا انا رصيت البلح ازاي، ايا كان الرصه اللي حضرتك عايزاها ما عنديش اي مشكله فيها، ما عنديش اي مشكله فيها. طيب هاجي دلوقتي اعمل ايه؟ الطبيعي لما بنيجي نعمل الكنافه بنروح حاطين عليها شويه سكر بودره، وبنحط عليها سمنه وبنقلبها مع بعض. التكنيك بتاعي النهارده مختلف خالص. ليه؟ انا ماسكه الكنافه بالشكل ده كده، بالشكل ده، وهمسكها من غير ما احط عليها اي حاجه.
مش عايزه عليها اي حاجه، يا دوب ان هي اتجمدت ضربتها في الكبه عشان تبقى مفرومه بالشكل ده كده وتبقى سهل الشغل بتاعها. وهبدا ان انا اعمل كده بالشكل ده، ما حطيتش عليها ولا سكر ولا حطيت عليها سمن ولا اي حاجه خالص. امال السكر هيجي لها منين؟ احنا حاطين بلح ولسه في سيرب هتتشرب بيه، طيب هتتحمر ازاي ده ما فيهاش سمنه؟ ما احنا هنسقي سمنه، ما احنا بنقدح سمنه روابي بطعم القشطه دلوقتي على النار علشان اسقي بيها، وبعد ما تستوي هصفي الزيادات. بعد ما تستوي هصفي الزيادات. بصوا انا كده غطيت البلح خالص، مجرد ما اغطي البلح ابدا ان انا، وعارفه ان هو خلاص كده مش هيتحرك معايا، ابدا ان انا اشتغل بقى براحتي. مقادير وصفتنا، بصوا لازم اضغط كده بعد ما اغطي البلح خالص علشان ما يتحركش معايا. ما ينفعش ان انا احط طبقه خفيفه من الكنافه وارجع بعد كده ابدا ان انا اضغط عليها هلاقي البلح اتحرك من مكانه وما ادانيش النتيجه اللي انا عايزاها. ريحه السمنه يا جماعه بروابط بريحه بطعم القشطه مفحفحه، انا سايباها طبعا بتسيح على النار. هعمل كده، شايفين سويت كله. طبعا لو عندك قالب نفس القالب دوت او طبق بنفس الحجم كده بتبداي ان انت تضغطي بيه كويس، ما عندكيش هتشتغلي زي ما انا مشغله كده بالشكل ده. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك. هرجع بعد كده اروح جايبه، شايفين المنظر؟ ولا هنقول ان هي عشان اتحطت على النار اتقدحت اللون بتاعها اتغير ولا اتحرقت ولا الكلام ده كله خالص. شايفين؟ بصوا المنظر، محدش يقول السمنه دي كتيره، الكنافه حبيبتها السمنه. هنرجع نحطها في النار هتستوي معانا، والزيادات ممكن ان احنا نصفيها بعد كده. شايفين الشكل؟ الفرن بتاعنا شغال على كام؟ شغال على درجة حرارة 200. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 200 زي ما حضراتكم شايفين كده، ما شاء الله اللهم الله أكبر اللهم بارك. نحطها بقى في الفرن على درجة حرارة 200 ونبدأ إن احنا نسويها تسوية حلوة تحت بس مش فوق وتحت. لو فوق وتحت هتلاقوا حاجات استوت وحتت غمقت وحتت فاتحة والكلام ده كله، وأنا مش عايزة الكلام ده. لا، شبكة في النص، درجة حرارة 200 تتحط فيها الكنافة وتستوي. وزي ما قلنا الحلو علشان يطلع مظبوط لازم روابي بطعم القشطة يكون موجود. يلا بينا نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل إن شاء الله بإذن الله نكمل بقية وصفاتنا النهاردة. خليكم مستنيين شوية وراجعين مع نونا والبلديك. رجعنا من الفاصل، عملنا حلو وعملنا حادق، بس لسه في حادق عندنا فاضل له تكه اللي هي ايه؟ نعمل كده. ايه ده؟ ايه ده؟ نعمل كده. شايفين؟ شايفين شكلها اصلا كده تتاكل اكل، بس تخيلوا بقى لما ننزل عليها كده. يا الله، ونروح منزلين عليها كده. اوعى بقى، اوعى اوعى اوعى. ايه ده؟ ايه الجمال اللي هتتنقل منه الوصفه من حاجه لحاجه دوت؟ ورحمك. بصوا على الهادي، انا وطيت النار اصلا، شايفين؟ بصوا دليل على ان الفراخ استوت، بصوا الشكل، شايفين المنظر عامل ازاي؟ بصوا بقى لون الصوص نفسه اتغير عامل ازاي. دي بقى مع حبه رز ابيض احنا حاطينه على النار دلوقتي بيكمل التسويه بتاعته. يعني وكلوني، طلعوني فاصل ووكلوني. ادي حبه الرز الابيض اهو، هنسيبه يكمل التسويه بتاعته فاضل له حوالي دقيقه او دقيقتين ونبدا ان احنا نقدم الصنف مع بعض. طيب هاجي اعمل ايه دلوقتي؟ انا بخلي في جريل بيسخن قوي على النار عشان هعمل، مش هقول بكاتة، هي مش بكاتة فراخ،
بس انا النهارده عامله الصدور بتاعت الفراخ اللي هي شرايح البانيه بطريقه مختلفه شويه. زهقنا بقى من البانيه الني، العرايس اللي بتبقى داخله تقول لك ايه الاكله المعتمده لاول 5 سنين جواز، مفيش الكلام ده، احنا هنغير الواقع، هنغيره وهنبدله. عندي صدور فراخ بالشكل ده كده، وعندي دقيق، الدقيق دوت هحط عليه التوابل اللي هتنزل معانا حالا على الشاشه علشان اطعم صدور الفراخ اللي انا مستخدماها النهارده كده. كل ده انا حطيته على دقيق النهارده. البانيه بتاعنا مش هنعمله ولا ببقسماط متبل ولا ببيض ولا الحوارات اللي انا ما بحبهاش ديت. بصوا ادي ملح وسنه فلفل اسود. معادلنا بتقول ان احنا معانا ايه؟ معايا نص كيلو بانيه، زبده وزيت علشان اقليه فيهم، دقيق. وحطينا مع الدقيق دوت بقى طعمناه ازاي او بهرناه ازاي؟ يلا يا رغد. بهارات فراخ، ثوم بودر وبصل بودر وزعتر ناشف وشويه بابريكا وملح وفلفل اسود. اكتر من كده مش عايزه. ايه ده احنا مش هنقلي البانيه؟ امال هنعمل ايه؟ هنديله تشويحه، هنديله تشميعه، هنحمره بطريقه مختلفه، هنشوف النهارده طريقته عامله ازاي. حطينا الدقيق وحطينا كل المكونات والتطعيمات الحلوه اللي كانت على الوش دي. هبدا ان انا امسك الصدور بتاعه الفراخ كده وبنزلها في الدقيق بالشكل ده كده. طيب بعد ما اقلي، عايزه تاكليه مقلي بالطريقه اللي انا هعملها النهارده دي ماشي، بس في بيقولك ايه اهم من الشغل ظبط الشغل، ونونه ما فيش عندها حاجه اسمها ان هي تعمل شغلانه ناقصه، لا لازم تاخد الشغلانه تاخد حقها قوي علشان تطلع لي وصفه مظبوطه. طيب بعد ما بنقليه بالشكل ده بقى عايزه اطعمه، احط له كريمه، احط له حبه مشروم كده ما شاء الله عليه، احطه له حبه بصل وتوم وفلفل، ادي له كده حبه تطعيمات ما شاء الله عليه. طيب التطعيمات دي بقى عباره عن ايه يا رغده؟ عندنا مشروم فريش، وما تجيبيش المعلب عشان المعلب بيبقى عامل زي الكاوتش كده ما بيبقاش طعمه حلو. معايا بصل مفروم ناعم، ثوم مفروم ناعم، هو المفروض البصل يبقى انعم من كده خالص، يبقى انعم من كده. معايا ثوم مفروم، معايا فلفل حامي وممكن ما نحطهوش ومش هحطه النهارده، ومعايا بقدونس مفروم وكريمه طهي. معايا كمان النهارده عصير عنب. ليه مدخل عصير العنب مع الوصفه؟ هو المفروض ان الوصفه ديت مش وصفه مصريه. ويسكي بيوجعني. المفروض ان محمد ابراهيم المفروض ان ايه؟ ان الوصفه ديت ما بيتحطلهاش عصير عنب، والمفروض ان الوصفه دي مش مصريه، الوصفه ديت امريكيه. فالمفروض ان هم بيحطوه بدل عصير العنب ده بيحطوا نبيز، واحنا مش هينفع نبيز، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. فاحنا النهارده هنحط ايه؟ هنحط عصير عنب بدل النبيز. بصوا بقى كده، انا حطيت هنا بسخن الجريل قوي، بسخنه قوي قوي من اول ما بدانا الفقره، يمكن من قبل ما نبداها كمان. طيب حطيت شويه زيت وهحط حبه زبده دلوقتي ونشوف مع بعض هنعمل ايه. بسم الله. هنشيل الرز كده، كده خلاص استوى معايا، رفعناه من على النار. بصوا الزبده والزيت هنا معايا تمام عاملين ازاي، شايفين الغليان ده؟ معنى كده ان الجريل معايا سخن قوي. هروح ماسكه صدور الفراخ واعمل كده بالشكل ده. بصوا شايفين، انا عايزه التحميه والتغليفه بتاعه الفراخ، التحميره والتغليفه بتاعه الفراخ في الزبده والزيت. طيب على ما يتعمل الفراخ معايا، انا النهارده هقدم الطبق بتاعي دوت مع ايه؟ لا لسه لسه ماشيه تمام. هقدم الفراخ بتاعتنا دي مع ايه؟ هقدمها مع بطاطس بوريه. البطاطس البوريه بتاعتنا النهارده انا هضربها في الخلاط. ايه ده ليه؟ علشان عايزاها ناعمه قوي. طب ما انا ممكن اضربها في الكبه، الخلاط انعم. وانا عايزه النهارده اقدمها بشكل مختلف وبطريقه مختلفه، فانا محتاجه ان انا اضربها في الخلاط. الفراخ معايا ماشيه تمام قوي قوي يا رغده قوي. رغده بتقول لي احنا هناكل فراخ كده نحطها في سندوتش مع حبه كاتشب. لا عارفه اقول لك على حاجه،
انا معاكي في اللي انت بتقولي ده، بس هتغيري رايك لما تشوفي شكلها هيبقى عامل ازاي. بصوا كده، حطيت البطاطس مقطعينها مكعبات وسلقينها. استنى بس، انا كنت يعني هاخد سؤال باص دلوقتي. بصوا بقى، حطيت البطاطس كده واروح حاطه حبه من الكريمه. يا نهار ابيض على التطعيمه اللي هتبقى فيها البطاطس دي، يا الله يا الله. بصوا بقى، هروح عامله كده، ممكن احط سنه سيكا شويه من ايه. بصوا كده، الله عليكي، تعالي اقفي مكاني. بصوا كده انا بعمل ايه، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. واعمل كده واروح مرجعه الفراخ تاني على النار، واضرب بقى الحلو ده كله كده مع بعض. بسم الله. من كتر ما هو يا جدع يا جدع، فتحت كده ممكن اخد شويه كريمه كمان. طبعا لو كريمه دلوقتي يعني ماشي مش مشكله، يلا بينا. لا لا اه ممكن برضو. بصوا كده، حبه من الفلفل الاسود وشويه من الملح بسيط قوي بالشكل ده، وابدا ان انا اشغل تاني على البطاطس. انا مش عايزه ازود سوائل ومش عايزاها ان هي تتضرب بسرعه، لا انا عايزاها تبقى بوري تقيل. بسم الله. عايزه اقول لكم على حاجه، انا مستمتعه وهي البطاطس بتتضرب. ايه ده، جبنه كريمي، انا مش بضرب بطاطس، انا بضرب جبنه كريمي. بصوا ده اللي انا عايزاه، شايفين شايفين. بسم الله. تمام وزي الفل. هنا بقى بصوا، يا وعدي يا وعدي، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. بصوا الفراخ، بصوا الفراخ، الله اكبر اللهم بارك. الناحيه الثانيه الفراخ بدبس الرمان والصويا صوص، يا وعد. الحلقه النهارده يا جماعه والله العظيم يعني اللهم بارك، مش هقدر اقول اكتر من كده. معاده. بصوا بقى، هشيل الفراخ بتاعتنا دي كده، شايفين شكل الفراخ عامل ازاي؟ حد يصدق ان ده معمول بدقيق وزبده وزيت وحبه بهارات كويسه كده صغننه في الزيت؟ بصوا اللون بتاعه عامل ازاي، الله اكبر. هرجع بالجريل بتاعنا على النار بنفس الزبده والزيت اللي موجودين فيه، وانزل بايه؟ تعالوا بقى تعالوا بقى نشوف هننزل بايه. ننزل بالمشروم، والمشروم يكون فريش يا جماعه علشان اخد تيست حلو قوي للوصفه. ما ينفعش ابقى عامله وصفه فراخ حلوه بالشكل ده واروح رايحه مبوظاها بالمشروم اللي ايه المعلم. بصوا الجمال. حاضر، عينيا الاثنين. طب ما تيجي نغرف الرز عشان انا عايزه اوريهم حلتنا اللي ما بتلزقش النهارده، وجايبه لهم معايا خبر يجنن. ايه الخبر اللي يجنن اللي انا جايبه لهم النهارده؟ ان الطقم الازرق القلاب العشر قطع رجع من تاني، اللي الناس كانت هتتجنن عليه. مش مشكله، الطقم الازرق القلاب العشر قطع رجع من تاني يا جماعه، الناس اللي كانت هتتجنن عليه، العروسه اللي كانت هتتجنن على الطقم ومستنيه انه يجي فارغ الصبر. الطقم الازرق القلاب اللي قدام حضراتكم ده رجع من تاني، وادام رجع من تاني يبقى الكميه اللي موجوده
اغلبيتها هتروح للناس اللي كانت اصلا حاجزاه، للناس اللي كانت اصلا حاجزاه، فتلحقي اللي فاضل من الطقم علشان ما ترجعيش تزعلي وتقولي يا نونا انا كنت عايزه الطقم الازرق ولقيته خلص. نلحق بسرعه دلوقتي. هتاخديه منين؟ من صفحه سوق المطبخ. صفحه سوق المطبخ دي نوصلها ازاي يا نونا؟ ثلاث ارقام للثلاث شبكات بسعر الدقيقه بتاعت المحمول العاديه، الوك اللي انا الجريل اللي انا شغاله فيه دلوقتي وعملت فيه الفراخ. وبصوا ما فيش حاجه اسمها نلزق ولا الكلام ده كله، بصوا المنظر دي حاجه. تعالوا اوريكم حاجه كمان، الرز بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اللهم بارك. يلا بينا، ده برضو من الطقم الازرق القلاب. الجرانيت بتاعنا ايجاريت، جرانيت ايطالي تقفيل مصري، جرانيت ايطالي تقفيل مصري. يلا بينا بسم الله الرحمن. بصوا بصوا اصلا من الحروف بتاعت الحله. ما تيجوا نزحلق الرز كده، الله اكبر الله اكبر، ما تيجوا نزحلق الرز، نيجي نزحلق الرز. مفيش حاجه اسمها نيجي نغرفه او نفضيه، لا نيجي نزحلقه. بصوا بصوا اللون بتاع الحله، بصوا اللون بتاع الحله ده الازرق القلاب اللي كانت الناس هتتجنن عليه ومكان خلصان. رجع من تاني 10 قطع، طقم 10 قطع، جرانيت ايطالي تقفيل مصري، خامات ايطاليه، الله اكبر عليه. ضمان 3 سنين على الطقم وعيوب الصناعه. اليد بتاعته ستانلس 18 على 10، غير موصله للحراره، ما بتصديش. صفحه سوق المطبخ موجوده قدامنا، هتلاقي كل اللي تتمنيه موجود في صفحه سوق المطبخ. نفتح الكيو ار، نفتح الكيو ار، يلا بينا يلا بينا ونشوف النهارده الطقم بتاعنا، الله اكبر عليه. بيطير هوا بيطير هوا. لما تاخدي طقم 10 قطع في صينيه للكيك ما شاء الله اللهم بارك عليها، مفيش حاجه اسمها ان الكيك يبوظ منك بعد كده. عندك اكبر حله 32 بتاخد بطايتين وبتاخد فرختين كبار. عندك بقيه الحلل مع حضرتك اهي، حله حله بتزحلق ما بيتبخش فيها. القاع بتاع الحله او القعر بتاعها او السمك بتاعها 5 مللي، معنى كده ان هو بيسوي الاكل كويس، معنى كده ان هو ما بيخليش الاكل يلزق معاك. ندخل صفحه سوق المطبخ ونشوف فيها ايه. نفتح الكيو ار، كاميرتنا قدامنا، لا ثانيه واحده. اوكي نخش بس كده. هو ايه ده؟ الكيو ار مش راضي يقبل معايا. بسم الله، كاميرا الموبايل، نعمل كده، كاميرا الموبايل معانا قدامنا، بنفتح الكيو ار علشان ندخل على طول على صفحه سوق المطبخ. سوق المطبخ دايما خليكي فاكره ومتاكده ان هي الاضمن والاقرب والاوفر. ادي اهو، ادي صفحه سوق المطبخ اهي، عليها واتساب تخشي تطلبي الطقم على طول. ونعمل كده، وادي الطقم الله منور. بصوا يشرح القلب يشرح القلب، هو فعلا هم كاتبين عليه الطقم الاكثر طلبا، وهو فعلا الطقم الاكثر طلبا. طيب موجود ايه تاني على صفحتنا عشان لما اقول لك ان هي الصفحه الاقرب والاوفر والاضمن ليكي؟ عندنا العجان بتاعنا 5 في 1، 5 في 1 فين هم؟ العجان 4 في 1 وعليه هاند بلندر هديه. عندنا ايه كمان تاني النهارده؟ ادي الطقم ال 23 بس خلص، الناس اللي لحقته هي الكسبانه والله العظيم، ما شاء الله عليه الطقم 23. عندنا باكج العروسه، عندنا محضر الطعام بيقوم ب 38 وظيفه. عندنا ايه كمان؟ عندنا الخلاط بتاعنا عليه هاند بلندر هديه، اللي انا عملت فيه البطاطس النهارده وطحنتها بالشكل الكريمي اللي انتوا شفتوه ده، بيجرش الزلط، حاجه كده ما شاء الله. اللون الازرق دوت ناس كتير كانت مستنياه، يعني حضرتك لما تيجي تطلبيه دلوقتي الله اعلم هتلحقيه ولا لا، لان هو من قبل ما يجي وهو اصلا يعتبر محجوز. يعني كل الناس اللي كانت طالبه اللون الازرق معانا تقدر تدخل دلوقتي تاكد على طلبها، تدخل تاكد على طلبها ويوصل لك لحد باب البيت. طقم الاكل فيه بيتزحلق والحله ما بتكدبش، طقم الاكل فيه بيتزحلق والحله ما بتكدبش، اكنك غسلاها مش طبخه فيها. بصوا المنظر، مفيش رزايه تلزق معاكي، مفيش حبايه رز تتهدر، يطلع معاكي زي الفل. وارجع واقول ريحه الاكل اللي احنا عاملينه النهارده الله هو اكبر عليه، حلو بيسلم عليكي. بصوا كده حطيت الثوم مع ال خير خير خير، تاني مره حطيت الثوم مع المشروم، مش هنحط فلفل حامي، هحط سنه بابريكا بسيطه، وعندي بقدونس، رشه ملح وفلفل اسود، خليها بالشكل ده كده، شويه من البقدونس مش عايزاه كتير لان هستخدم بعد كده في
في التقديم. بصوا الشكل، شايفين الشكل عامل ازاي؟ شايفين الشكل هنا كمان عامل ازاي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يعني سيمفونيه، مزيكا مش كنافه. نقفل عليها ودقيقتين وهطلعها. نرجع هنا كده. يا سيدي يا سيدي، بصوا مع الاكله ديت عايزين نطلع الموسيقى بتاعت سفاح الجيزه. ما ينفعش الوصفه دي تعدي من غير سفاح الجيزه. بص بقى يا حمدي، بص كده معايا، ادي اوه ايوه بالظبط كده. ايه ده؟ نونا بتعمل النهارده عظمه. شايفين الشكل؟ نعمل كده يا رغده ونروح جايبين الفراخ. اه ده حقيقه. لا لا لا، هو هيتقل دلوقتي. بصوا كده، شايفين قطع الفراخ بتاعتنا عامله ازاي؟ يلا بينا نطلع فاصل. عيني يا سلام، يلا بينا يلا بينا نطلع فاصل. هنسيب الفراخ بتاعتنا بعصير العنب والمشروم اللي يجنن دوت، تاخد تسويتها تكمله التسويه على النار. هنقدمها جنب الرز الابيض كده. الفراخ بتاعتنا اللي بدبس الرمان تجن. بصوا ايه ده، والله العظيم انا لازم اطلع فاصل، انا عايزه ادوق، بدي ادوق. يلا بينا نطلع فاصل. لا هو الفراخ اللي بالمشروم هنقدمها جنب البطاطس الكريمي ديت. لما نرجع هغرفها لكم، انا مش هغرفها لما ترجعوا. بصوا انا مش عايزه يتدلق. شايفين؟ يلا بينا نطلع قبل ما يتدلق. هنطلع فاصل، نرجع من الفاصل تكون الفراخ بتاعتنا كملت تسويتها، ونرجع نقدم الدبابيس بدبس الرمان والصويا صوص. نطلع الكنافه بتاعتنا عشان نسقيها ونقلبها مع بعض بعد الفاصل. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلدي. بصوا كده، يلا بينا. رغدة بتقول لي نونا النهارده عامله عظمه. طبعا دي دلوقتي عشان ايه البتاع. بصوا المنظر عامل ازاي، مجرد بقى ما تطلع كده. شايفين؟ عايزين نغمقها شويه عن كده، ما عنديش اي مشكله. دي اللي عملناها مع بعض على الهواء. مش عايزه احط سيرب كتير علشان انا محتاجه ان في تطعيمه اصلا بلع. طيب تعالوا نقلب دي كمان. بسم الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم ايدك يا شيف محمود. شيف محمود هو اللي عامل النسخ، وانا اللي عامله اللي على الهوا. طبعا اللي انا عاملاها احلى. زي ما حضراتكم شايفين النهارده كده الحلقه بتاعتنا سواء حلوه او حادي انا مبسوطه بيها بصراحه. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.